هلا يا اصدقائي، معاكم سامو. طبعا هذا الفيديو مثل ما شفتوا يا اصدقائي، فيديو اليوم راح يكون كلش نار، لانه راح انطيكم كود ينطي بدلة الفضاء مجانا وللجميع يا اصدقائي، لجميع اللاعبين لعبة بيك اكس دي في يوم يحصلوه ولفترة معينة يا اصدقائي، فروحوا لحقوه. ايضا قبل ما نبلش هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا هوايلكات وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وايضا انشروا هذا الفيديو مع اصدقائكم بجميع مواقع التواصل الاجتماعي. ويلا بينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. فاول شيء يا اصدقائي راح تضغطوا على علامة الزائد. اوكي يا اصدقائي، بعد ما راح تضغطون على علامة الزائد راح يوديكم لمتجر بيك اكس دي، وراح ترجعوا لاخر خيار وراح تضغطوا على ريديم كود، وبعد ما راح تدزون عليها راح تكتبوا هذا الكود. فيا اصدقائي سووا له سكرين شوت. اوكي الكود هو سباس ارمور 1، فرح نضغط على اكتيفيت. او ماي جاد، يلا يا اصدقائي. اوكي او ماي جاد يا اصدقائي، شفتوا هسه حصلنا على البدلة تبع الفضاء، البنطلون والقفازات. اوكي يا اصدقائي، هسه راح تتساءلون ليش هذا الكود ما انطاني البدلة كلها. طبعا يا اصدقائي بيك اكس دي سوت لهذا الكود جزئين، هذا الجزء الاول قريبا تقول راح ينزل الجزء الثاني وراح تنطينا تكملة هذه البدلة. هسه هذا الكود ينطينا قطعتين من البدلة، القفازات والبنطلون، فروحوا لحقوا اكتبوا الكود، ولما راح ينزل الجزء الثاني راح انزلكم الكود فورا. فاللي عليكم تحطوا لايكات كثير على هذا الفيديو وتشتركوا بالقناة، وضروري تكونوا مفعلين زر الجرس. والكود للجميع، بس روحوا لحقوا على الكود لأنه فترة الكود محدودة. وبس، مع السلامة، باي باي، السلام.